أنا دلوقتي صبرت، يعني صبر، يعني كان صبري صبرا جميلا، نعم، والآخر لم يستطع الصبر نعم واشتكى، نعم وليه أنا، وأنا تعبت، وأنا يعني في كمان نوعين من الشكوى، في شكوى اللي ممكن حد يحكي لصديق، يحكي لقريب، فضفضة، فضفضة، أنا نعم والله تعبان، وفي الشكوى اللي هي اعتراض من نوع أيوة الله نعم يفتح عليك، أنا نعم اشتكيت بعترض على هل برضو يعني أجري ده زي ده زي ده؟ لا طبعا. نعم اولا الفضفضه من المرض والالم والاوجاع والاسقام، لو هي فضفضه من اجل يعني اسري عما في نفسي نعم دون ان اظهر شكايه من الله سبحانه وتعالى لغيري، حاشا لانني لله، حينما اشتكي او حينما افضفض اشتكي من لمن؟ اشتكي الخالق لا سبحانه إله إلا وتعالى، الله، المالك المدبر الواهب، استغفر الله اشتكيه العظيم، لمخلوق ضعيف لا حاشا يملك لله، لنفسه حاشا لله، منفعه ولا مضره. طب استغفر الله ولمن العظيم، اشتكي له ربي؟ هذا فلان، هذا من هذا؟ صحيح، يعني يملك لنفسه ويملك لي ماذا؟ نفعي ولا ضري، ويملك لي انا ايه؟ ولا صحيح اي شيء. صحيح، فهذا في اساءه ادب مع الله سبحانه وتعالى. نعم لكن لو انا مثلا احدث عما اعانيه في نفسي دون ان اظهر ضجرا ولا شكايه ولا اعتراضا على قضاء الله، وانما اظهر له حمدا وايمانا نعم وتسليما نعم وما زادهم الا ايمانا وتسليما، فهذه فضفضه مقبوله. نعم لكن الافضل الا يفض او الا يفضفض الانسان حتى الى مع نفسه. نبي الله ايوب عليه السلام يعني انظري، يعني عاش ما عاش، يعني قيل صبر 18 او 18 سنه او 18 عاما يعاني من ومن ومن، وفي النهايه ربي اني مسني الضر، حتى لم يظهر لله سبحانه وتعالى ما أصابه، لم يقل يا رب عانيت أو أعاني أو تعبت أو مللت. شوف التأدب مع الله، كلمة تأدب، يعني مسني الضر، حتى لم يقل أصابني. لا إله إلا أصابني الله. يعني أصابني مباشرة أو نزل الألم أو الوجع في بدني. أيوة. وتأدب مع الله، قال مسني رغم أنه عانى كثيرا. يعني تخيلي كان عنده 26 من الولد، أيوة، ماتوا جميعا، وكان لديه قصر منيف في بلاد الشام، وقع القصر على أبنائه فماتوا جميعا، وكان أغنى الناس في بلاد الشام آنذاك، ورغم ذلك كان فقيرا، وانفض الناس كلهم من حوله حتى قيل إن زوجتها تركته، ورغم ذلك قال هذه الكلمة أني مسني الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني لم يظهر أي شيء، وهذا هو المطلوب. أما الذي يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى فللأسف ضاع أجره وضاع ثوابه. يعني يعني ابتلاءه ده كأنه جه كده على ما فيه. يا أستاذة وفاء، تتحول من ابتلاء نعمة إلى ابتلاء نقمة. نعم. لأن البلاء حينما ينزل على العبد أنا أو أي إنسان هو الذي يحدد مصير هذا الابتلاء. يعني إيه؟ يعني البلاء حينما ينزل من السماء على فلان أو فلان أو فلان أو فلانة، أنا أو حضرتك أو فلان أو علان هو الذي يحدد نوعية هذا الابتلاء. الله يفتح عليك. هل يا ترى هيكون هذا الابتلاء النازل صحيح ابتلاء نعمة ولا ابتلاء نقمة؟ لا إله إلا الله. طب نحدده إزاي؟ لو أنني استقبلت هذا البلاء وأنا حامد شاكر وأنا قانع وأنا راضٍ واستقبلته بصبر واحتساب، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فهذا الابتلاء تمحيص من الله، يعني رحمة من الله، خير من الله، فما ابتلاني ربي إلا لأنه أحبني. يعني والابتلاء ده عفوا برضه فضيلة الدكتور عشان قبل ما انسى، نعم، هو زي ما حضرتك قلت يا اما تمحيص يعني تكفير واما امحاق واما كمان رفع درجات. طب ما هو التمحيص يعني معناه ايه؟ يمحصه يعني يرفعه درجات، يكفر عنه السيئات، نعم، يضمن عنه التبعات، يغفر له الزلات، يحط عنه الخطيئات. الله، هذا هو معنى التمحيص. ده التمحيص كله يشمل طبعاً كل ذلك. حضرتك التمحيص ده عباره عن مثلا انسان داخل يعمل اشعه مسح ذري اللي هي البيتا التي يقولون عنها. مسح ذري يكشف له كل شيء. نعم. حتى العظام. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى يمحصه بمعنى ينقيه من الذنوب والخطايا. يمحصه بمعنى يصطفيه. يعني ايه يصطفيه؟ يعني اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا غايه في الاهميه. يا رب نكون المصطفين المنتقين. والله. يا رب. اللهم امين. يا رب. في بعض الناس كتب الله تعالى لهم منزله الشهداء. يا رب اجعلنا منهم. وهم لم يقفوا على جبهه قتال. ولم يفعلوا شيئا، ولم يذهبوا الى معركه. ولكن الله عز وجل اراد بهم خيرا. اراد بهم ان يكونوا مع شهداء الله. ومع أوليائه وأنقيائه وأصفيائه. هذا لا يكون إلا من خلال البلاء.
ولذلك البلاء حينما ينزل على الإنسان مثلا، نحن نعلم أن المبطون شهيد. نعم. المبطون اللي هو مد بداء البطنة، مد بالفشل الكلوي، بالوباء الكبدي، وكذلك المطعون الذي مات بالطاعون. الطاعون يقاس عليه الآن مرض السرطان. يعني مرض السرطان هو الآن هو طاعون هذا العصر. نعم. وكذلك وفيات كورونا. أيوة. والأمراض المستعصية التي لا دواء لها، فشل الكلوي كل هذه الأمراض. هؤلاء شهداء.